فاصل يثري المناقشة على الهواء. خلونا نجدد الترحيب مرة تانية بدكتور إيمان كريم رئيس المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة. أهلا بحضرتك مرة كمان. أنا في عندي إنفوجراف هعرضه وهنتكلم فيه وكل حاجة، بس أنا عايز الأول أستأذن في أن أنا هرجع، أنا عندي حصر بالأعداد وعندي خريطة توزيع. في إحصائية تمت، ولكن الإحصائية يعني أكيد حصل عليها تعديلات، لأنها الإحصائية كانت 2017. كان في يعني قاعدة بيانات قام بها المركز التعبئة والإحصاء، وكانت يعني بسبب أن احنا كنا عايزين نعرف عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وأنواع الإعاقات علشان نعمل مصنع للأجهزة التعويضية. كويس أوي. وده طبعا سيادة الرئيس هو الأمر بيه. فالحقيقة الإحصائية دي أكيد حصل فيها جديد، عشان كده احنا مهتمين جدا كمجلس ان احنا نعمل قاعدة بيانات. وعشان نعمل قاعدة بيانات لازم يكون في تعاون مع الوزارات جميعا، لان احنا الوزارات بتقدم خدمات معينة وعندها قاعدة بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة، زي وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة التضامن، وزارة الصحة، وكل دول. بس احنا محتاجين نعمل حاجة اسمها ربط شبكي، عشان الوزارات كلها تبقى عندها نفس البيانات والقاعدة، ونشوف ايه اللي ناقص ونقدر نعمل قاعدة على مستوى المحافظات كلها. كمان احنا محتاجين نعمل خريطة للخدمات، اللي هو فين الخدمات دي بتقدم، يعني مثلا في منطقة جغرافية معينة فيها إعاقات بصرية أكتر من إعاقات سمعية، فهنا المنطقة دي لازم نحط فيها خدمات للإعاقات البصرية تراعي هذه الأعداد الكبيرة وتراعي درجة الإعاقة. عندنا غير أنواع الإعاقات كمان درجات الإعاقة. وهنا بقى عايزة أقول إن احنا عندنا عدد كبير جدا من الإعاقات لم تصدر له البطاقة اللي هي بطاقة الخدمات المتكاملة، لأن احنا عندنا تقريبا من 12 وأنا أزعم إنها توصل 15 مليون أشخاص ذوي إعاقة. تم إصدار 900 ألف بطاقة فقط. فحضرتك طبعا عارف إن ده رقم مش مرضي. لازم إن احنا كنا نفعل إصدار البطاقات. عندنا تحديات كتيرة جدا، من ضمنها تسجيل على الموقع وزارة الصحة، في مشاكل عشان يسجلوا عشان يتعمل الكشف الطبي. فالحقيقة أنا ده كان همي الأكبر أول ما جيت في المجلس من 6 شهور بس. والحقيقة عملت تقرير بعد طبعا دراسة وافية للأسباب اللي ممكن تعوق إصدار البطاقات الخدمات المتكاملة، وتوجهت بيها في اجتماع مجلس الوزراء. والحقيقة أنا بشكر جدا رئيس الوزراء أنه استجاب سريعا، بعدها بأسبوعين، كان قبل العيد وبعد العيد بأسبوع صدر لجنة ورحت مجلس الوزراء، وكان معايا كل الوزارات، وقعدنا عملنا مناقشات في إزاي نذلل العقبات عشان تصدر بطاقة الخدمات المتكاملة بشكل مرضي للأعداد وقوائم الانتظار. والحمد لله تم إصدار يعني قرارات سريعة في الاجتماع ده بأن احنا نزود آليات التسجيل، ما تبقاش بس على وزارة الصحة، ولكن تكون من خلال المكاتب التأهيل، من خلال الوحدات الصحية، ونزود كمان اللجان الطبية علشان نقدر نستوعب الأعداد في قائم الانتظار. أنا بتوجه لسيادة الرئيس إن هو يعني دعمنا جدا في القصة دي، لأن القانون موجود والخدمات ممكن تكون موجودة، ولكن هو الشخص اللي عنده إعاقة لو معهوش البطاقة مش هيوصل للخدمات دي. طيب هروح على الحتة بتاعت الإعلام، ومش عارف هاخد براءة ولا لأ، بس المشكلة مش فيه، أنا بتكلم هنا بقى على المشهد. هل إحنا بنقوم بالدور بتاعنا كما ينبغي في التوعية بالمسألة دي وبالمصطلحات؟ وده جزء من اللي كنا بنتكلم فيه في الفاصل. التوعية طبعا مقارنة بفترة سابقة
طبعا احسن يبقى كنا كتير. فين وبقينا افضل فين؟ كتير طبعا. افضل كتير. ودليل على كده ان انا موجوده مع حضرتك النهارده يا بختنا. ودليل على كده قبل ما ادخل قد ايه سعادتي ان انتوا القيتوا الضوء على البطل محمد الحسين وصديقي البطل خالد شلبي. هو الحقيقه كان في عصر في تحديات شديده جدا، ما كانش فيه هذا الزخم الاعلامي والتوعيه الاعلاميه بالابطال بتوعنا. انا بشكر الرئيس جدا، رئيس عبد الفتاح السيسي، عشان وجوده في مشهد الاشخاص ذوي الاعاقه خلاكوا تبقوا موجودين اكتر، خلى الاعلام يجري ورا هؤلاء الاشخاص ويسلط الضوء عليهم. على فكره دول كانوا ابطال من زمان بس ما كانش حد بيروح لهم. صحيح. ما كانش حد بيسلط الضوء عليهم. وهم عندهم قدرات فائقه، اول ما بيلاقوا يعني المجتمع ده يعترف ويشجع وكمان يحترم، وبحط تحت يحترم كتير قوي خطوط كتيره، لان مش كفايه ان انا اكون متعاطف ولكن لازم احترم. فاكيد هيبقى عندهم طاقه اكبر، واكيد هيبقى عندهم تحديات يتحدوا اكتر البيئه، زي ما اتفقنا ان الاعاقه بره مش جوه. فاكيد هم يتحدوا هذه البيئه. ولكن انا بتوجه لحضرتك وبتوجه للمجلس الاعلى للاعلام ان احنا موجودين كمجلس قومي للاشخاص ذوي الاعاقه، ان احنا نعمل دورات تدريبيه للاعلاميين بكيفيه التعامل وسلوكيات الصحيحه للتعامل مع الاعاقات المختلفه. كمان تصحيح المصطلحات زي ما كنا بنقول. المصطلحات طبعا مصطلحات مهمه جدا، يمكن المجتمع ما عندوش الوعي ده. احنا عايزينكم تكونوا موجودين في قطاعات كتيره جدا، واعلانات، فلوس بقى يعني يعني رجال الاعمال يعني عايزين يساهموا في الدعايه والاعلان والتوعيه. اعتقد ان يعني الفئه دي لو لقت توعيه كافيه هيكونوا اكثر انتاجا، وهيكونوا اكثر تفاعلا، وهيكونوا اكثر يعني فعاليه كشريك في هذا الوطن. كميه الفلوس اللي ممكن تدخل في المجال ده من صناديق، صندوق عطاء، صندوق الاشخاص ذوي الاعاقه، دعم الاشخاص ذوي الاعاقه له قدرهم، رجال الاعمال والمنح اللي بيقدموها، الحاجات دي كلها هتعمل يعني دعم للاشخاص ذوي الاعاقه في المجتمعات النائيه. احنا بنتكلم على حياه كريمه، لازم يبقى المكون ده موجود في حياه كريمه بقوه، لازم يبقى موجود في كل الايفنتس الموجوده في البلد، لانه هو بمنتهى البساطه هو مواطن، فالطبيعي ان هو ياخد حقه في كل المجالات، مش بس مجال الرياضه زي ما شفنا محمد الحسيني، ولكن المجالات كلها زي الحوار الوطني. احنا زي ما قلت لحضرتك متواجدين وقدمنا ورقه عمل ان احنا ايه، احنا جزء من الخارطه اللي هتظهر زي المشاركه السياسيه مثلا. ده موجود دلوقتي، موجود في مجلس الشعب ومجلس النواب طبعا. ازاي ان احنا نوسع قاعده المشاركه السياسيه للاشخاص ذوي الاعاقه؟ 15 مليون واللي مسجلين 900 الف بس لما هم البطاقه. ما هو انا قلت بقى ان اكيد القياده السياسيه لما هتسمعني دلوقتي هتدعم الجزء ده، لان هو ده شيء من التحديات الحقيقه يعني. ولكن احنا يعني بنحاول مع بعض، كل الجهات الحكوميه والمجتمع المدني والمجلس، وهو مثلث الحقيقه مهم جدا، علشان نفعل الاصدار البطاقات الخدمات المتكامله. ده لازم وضروري. ده 900 ده ايه ده؟ 7% باين حاجه كده، قليل جدا. نسبه قليله جدا جدا جدا.